مع مزامير باكر من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة، ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، وأما طريق المنافقين